علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الأرض دون فراش، فما حكم اتخاذ السجادة للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ما تيسر، يصلي أحيانا على الأرض بدون فراش وأحيانا يصلي على الفراش، ولم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم غير الحال التي تتيسر له عليه الصلاة والسلام. الصلاة على الأرض لا بأس، والصلاة على الفراش وعلى السجادة، كل هذا لا بأس به والحمد لله، والأمر واسع.